وللمناقشة مناقشة تزايد سطوة الميليشيات في العراق والجدل الدائر حول دور الكاظمي في الحد من نفوذ تلك الميليشيات، ينضم إلينا عبر السكايب من أمستردام الصحفي العراقي مظفر الخميسي. مرحبا بك معنا سيد مظفر. مساء الخير، مرحبتين. مساء الخير. وكالة رويترز تقول إن إيران تريد ضمان سرية أنشطتها وزيادة الحكم بالمجاميع التابعة لها من خلال مجاميع صغيرة تكون قادرة من خلالها على استمرار عملياتها وبسط نفوذها. ما الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة لوقف هذا الاختراق للأمن القومي العراقي إن كان هناك ما يسمى بالأمن القومي العراقي؟ نعم، بصراحة الحكومة العراقية تتواطأ مع مجاميع إيران، هم بينهم يعني فائدة مشتركة، هم يشتركون بنفس ما يسمى العملية السياسية، يشتركون بنفس ما يسمى البرلمان، وكل جهة تغطي للجهة الثانية. مجاميع إيران تقمع الشعب وتقمع المنتفضين وتقمع شباب الانتفاضة وتقتل الناس ببيوتها، والحكومة تغطي من الجانب الآخر لأفعال هذه المجاميع. والحكومة العراقية يهمها أن تبقى هذه الوضعية في العراق، ولا يهمها مستقبل العراق أو مستقبل الشعب أو مستقبل الوطن. كل ما يهم الحكومة العراقية والمجاميع الإيرانية هو تخفيف الضغط عن إيران بمفاوضات مع الغرب وأمريكا في الاتفاق النووي. لكن هذه التكتيكات أستاذ مظفر لا تشكل خطرا فقط على العراق إنما على دول أخرى أيضا، ما مدى خطورة استخدام إيران لهذه الأساليب والتكتيكات بين فصائل وميليشيات كبيرة ومجاميع صغيرة واستمرار رغبتها في السيطرة؟ هي الخطورة، يعني خطورة جدا جدا كبيرة على الأمن الإقليمي والأمن الدولي المحيطة بإيران. اشعال الحرائق بالعراق وبسوريا وباليمن وبلبنان وفي فلسطين، هو هذا يعني يفيد ايران من جهه، وايران لا تهتم للحرائق ما دامها لا تشتعل في ايران نفسها، وما دام هناك مجاميع ومرتزقه وفصائل والويه غير ايرانيين يخدمون الهدف الايراني، ما دامت ايران لا تخسر جندي من أبنائها، ما دام هناك من يضحي من أجل الأجندة الإيرانية. نعم سيد مظفر، إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة والغرب يمكن أن يكون له الدور في قطع الطريق أمام هذه الميليشيات وأمام هذا الدور الإيراني؟ بمعنى آخر، إنه هل الغرب والولايات المتحدة معنية بإدامة الوضع على ما هو عليه، وخاصة في غياب مشروع عربي مشروع عراقي لمواجهة هذا النفوذ الإيراني؟ شوف سيدي الكريم، أمريكا والغرب يستطيعون وقف إيران أدحتها منذ الساعة متى ما يريدون، لكن هم ينفعهم هذا الوضع، ينفع الإدارة الأمريكية هذا الوضع، هذا الوضع إشعال الحرائق بالمنطقة، الفوضى الخلاقة اللي أعلنتها إدارة أوباما وإدارة ما بعدها إدارة بايدن، ينفعهم هذا الوضع، ينفعهم تكبير إيران ونفخها وتصوير على أنها نمر، حتى لو كان نمر من ورق، لكن يهمهم أنه إيران الضخمة البعبع المخيف هذا يخيف الدول الغنية المحيطة بها، يخيف دول الخليج حتى تتمرر صفقات الأسلحة. حتى نعم تفضل. أين موقع الميليشيات الإيرانية في العراق من نتائج الحوار الاستراتيجي في جولتها الرابعة؟ موقعهم هم موقعهم المعلن انهم يرفضون هذا الشيء، لكن هي بصراحه هو هذا الحوار الاستراتيجي حوار يعني هزيل. لك اسوه حسنه ان الوفد العراقي اللي راح يفاوض على ما يسمى بحوار استراتيجي يضم 12 ضابط من ضباط الدمج اللي ما يعرفون الفباء العسكريه، هذول راحوا يفاوضون اعظم دوله بالعالم من اجل اخراجها من العراق، يعني هذا الشيء ما معقول، بس هو مجرد لامتصاص الغضب الجماهيري والإيحاء أن هناك حكومة وهناك دولة وتفاوض أمريكا وراح تخرج أمريكا، في حين أنه الحقيقة أنه دولة هزيلة فاسدة تحتل المرتبة الأولى بالفساد بالعالم.
ما يعني مجرد الاستهلاك المحلي لا أكثر. طيب يعني أمريكا التي تعرف أكثر من غيرها إمكانيات الكاظمي ووزراء ورؤساء الوزراء السابقين بطبيعة الحال، تعرفهم جميعاً وتعرف إمكانياتهم، هل أمريكا مقتنعة بأن الكاظمي قادر على إدارة الأمور فيما لو خرجت القوات الأمريكية؟ لا، أمريكا تعرف أنه تعرف قدرة الكاظمي وتعرف قوته وتعرف حجم وهزالة القوات الأمنية وقوات الجيش اللي عنده، وتعرف بالجانب الآخر القوة والقدرة عند الميليشيات الإيرانية والميليشيات اللي تفتك بالناس وتفتك بالثوار. لذلك هي يعني أمريكا إذا صح القول أنها مرتاحة لهذا الوضع، وواهم من يعتقد أنه أمريكا راح تخرج. أمريكا ما مو اعتباطا بنت أكبر سفارة بالعالم بالمنطقة الخضراء، ولا اعتبارا أنها جاءت وصرفت مليارات الدولارات تريليونات الدولارات من أجل أنه تخرج من العراق لأن مجاميع إيران غضبانة عليها أو إيران ما تريدها بالمنطقة. هذا مو منطق، هذا ولا مو منطق. سيما في عهد بايدن الذي زار العراق كثيرا ولديه كان مخططات لتقسيمه إلى 3 دويلات. يعني أحسنت أحسنت، ولا زال هو لا زال يرشح عنه عن إدارته هذا المشروع، يعني لا زال هم يرفعون يعني يبوحون بهذا الشيء أنه أكو نية للتقسيم، لكن هم ما يقولون أنه متى وكيف. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مظفر الخميسي الصحفي والإعلامي العراقي، كنت معنا من أمستردام.